الكتاتيب تلك المدرسة التي علمت القرآن وخرجت أجيال محصنة بتعاليم الإسلام، وما زالت بحداثتها تعتبر محضناً تربوياً لغرس قيم الإسلام ومبادئه. جهة رائدة في توعية وتنمية المجتمع وفقاً لأحكام ديننا الحنيف، ويتخرج من هذه المؤسسة حافظ القرآن فاهم لأحكامه مجوداً له. هي مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة النبوية. للحديث أكثر عن هذا المكان وهذه المؤسسة والخدمات السامية اللي تقدمها، نتحدث مع الأستاذ الفاضل أحمد الحوسني. أستاذ أحمد، مساك الله بالخير. مساء النور والسرور، حياكم الله. جزاكم الله خير على كل هذا الجهود اللي تقدمونها، ما شاء الله، يعني أبطال موجودين معانا، أصوات جدا جميلة. هذه بجهودكم، بالخطط والبرامج اللي تقدمونها في مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة النبوية. هذه الخدمات الجليلة وهذا المكان اللي ما شاء الله محفوف بهذه الأصوات الجميلة، ويعني منارات بالنسبة لإمارة الشارقة يعملون على خدمتها في الجانب الديني، أستاذ أحمد، كيف اليوم تقدمون هذه الخدمات وماذا تسعون من خلال هذه المؤسسة؟ منشأت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم بمرسوم أميري من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظ الله ورعاه. هي التعريف على الأهداف والمخصصات لنا المؤسسة. من ضمن التعريف، هي مؤسسة قائمة في مدينة الشارقة مركز الرئيسي، وفي مجلس إدارة، لها مجلس إدارة ومدير وأعضاء مجلس الإدارة. إذن أستاذ أحمد، جميع من يعمل في إدارة مجلس المؤسسة يعمل هذه البرامج ويضع الخطط للأفرع التابعة لإمارة الشارقة، أيضا الفرع الرئيسي. نعم. كيف يتم استقطاب الطلبة أو المنتسبين؟ وما شاء الله نعرفه للذكور والإناث مكان في هذه المؤسسة. في عندنا حلقات، في حلقة الذكور منفصلة عن الإناث. في عندنا بعد رابط، لما يكون بيسجل الطالب في رابط، يسجل رابط سجل في المؤسسة، وعقب ما يصل تلفون واصلوا معه، يقول مثلا في أي حلقة ينسب على حسب مستوياته. يتم تقييمهم أستاذ أحمد؟ تقييم، نعم، على حسب مستوياته وعلى حسب يمكن الفئة العمرية. فئة العمرية، في كبار السن، في عندنا يعني أنواع مختلفة بالحلقات. ما شاء الله، نحن شفنا أمهاتنا اللي حبوا أنهم يحفظون القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم، ينتسبون لهذه المؤسسة ويتخرجون منها أيضا، وهذه كلها بدعم وجهود من مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة النبوية. نحن طبعا في كل سنة نسوي مسابقة تحفيظ القرآن، في العمرية صغار وكبار السن، في لهم جوائز، في لهم مسابقة جوائز موزعة لهم على حسب الحفظ. هي اللي يحفظ جزئين، اللي يحفظ كامل، اللي يحفظ جزء ونص، اللي يحفظ 10 أجزاء. فئات العمرية عندنا موجودة. والأعمار أستاذ أحمد تستقطبونهم أو تستقبلونهم في هذه المؤسسة من أي عمر؟ من عمر 7 سنوات فما فوق. ما شاء الله. أيضا يعني ما شاء الله اليوم معانا نخبة من حفظة القرآن الكريم، وما شاء الله أصواتهم جدا جميلة، وأيضا الأستاذ ناصر هو محفظ وقائم على تحفيظ الطلبة والمنتسبين للمؤسسة. أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بك. كيف تشوف الطلبة معاك وتحفيظك لهم، وأيضا هم إقبالهم على حفظ القرآن الكريم، وما شاء الله هم مبدعين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهي مهنة ما أعظمها من مهنة، لأنها تبلغ رسالة الله عز وجل، وتبلغ دين الله عز وجل، وتقوم بتعليم النشأ الصغار، فينشأ الفتيان على ما عوده أباه، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده أباه. وولاة الأمور جزاهم الله خيرا يحرصون كل الحرص على تعليم أبنائهم كتاب الله عز وجل، لأنه فيه الحماية لهم. أيضا كيف أستاذ ناصر تضع لهم يمكن جدول يومي، متابعة يومية من خلال حفظ القرآن، في يمكن ساعات معينة لتسميع القرآن، للتجويد، توقع في خطة معينة؟ نعم، هناك خطة لتحفيز الطلاب على حفظ كتاب الله عز وجل. من حفظ جزئين من كتاب الله عز وجل
يقوم المشرف باختباره وتعطى له شهادة موثقة من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة معتمدة منها مؤسسة. أرجع للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ما شاء الله من خلال المؤسسة أنتم معنيين بالقرآن الكريم والسنة النبوية وأحكام دين الحنيف، أيضا في عندكم شراكات مجتمعية، في عندكم أنشطة أو حتى في مجال التطوعي تشركون فيها الشباب، فنتحدث عن هذا الجانب. نحن دور المؤسسة نشارك في جميع الدوائر الحكومية، إذا عندهم مسابقات، إذا عندهم مثل عند الجامعة، وإحنا في كل جامعة عندنا حلقة ذاتية القرآن، حتى الروضة في أي دائرة حكومية عندهم مسابقات نحن نطرش لجنة اللي هو تختبر المشتركين عن طريق اللجنة. أستاذ أحمد، نستأذنك ندردش شوي مع أحد المنتسبين، عرفنا على اسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أنا زايد سلطان الرئيسي، ملتحق بحلقات من مؤسسة الشارقة. والنعم يا زايد. زايد، من متى منتسب للمؤسسة؟ أنا منتسب منذ الصغر، بس يعني بين فترة وفترة كنت أتنقل بين الحلقات بسبب الظروف، لكني التحقت بحلقة من 3 سنوات إلى الحين. ما شاء الله. كم جزء حافظ زايد؟ 7 أجزاء. ما شاء الله تبارك الرحمن. زايد، كيف تشوف نفسك؟ يعني أول ما انتسبت المؤسسة كنت صغير في العمر. صحيح. كيف شفت أجواء المؤسسة؟ أنت ما شاء الله تلتقي بأقرانك في هذا المكان، يمكن تتنافسون في حفظ القرآن، في منو صوته يعني أفضل في التجويد أيضا. كيف شفت نفسك؟ طبعا أول ما التحقت بالحلقة تعرفت على ناس، أخلاقي تغيرت، أخلاق الناس اللي وياي تغيرت، وصرت تكون أصدقاء. وقالوا لي صوت زايد جدا جميل في التجويد، نقدر نسمع شيء زايد؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، صوت عذب وصوت جميل وتجويد للآيات الكريمة، أكيد جهود أستاذ ناصر بمتابعتكم. زايد، زايد ما شاء الله أنت حافظ 7 أجزاء، متى راح نشوف زايد حافظ القرآن كامل؟ لما بوصل عمر 16. بالتوفيق يا زايد، وإن شاء الله نشوفك حافظ القرآن الكريم، وأنتم الخير والبركة يا زايد. شكرا لك زايد. أستاذ أحمد، إحنا مستمرين معاكم في المؤسسة، راح ننتقل أيضا لجانب الإناث، نتعرف على الجزء والركن الخاص فيهم. وصلنا معكم مشاهدينا لحلقة تحفيظ القرآن المختصة بالإناث، راح ترافقنا في هذه الفقرة الأستاذة أسيل عبد الغفور. أهلا وسهلا بك أستاذة أسيل. حياك الله أختي. أهلا. يعطيك العافية على هذه المجهودات مع هذه الزهرات الجميلات بهذه الأصوات الجميلة العذبة، حقيقة يعني شيء يثلج الصدر ويجعلنا متفائلين بهذه الطاقات الجميلة. جزاك الله خير أختي. ما شاء الله المجهودات كبيرة تقدمينها أستاذة أسيل مع البنات، وأكيد في أساليب في طرق حتى تشدين فيها الطالبات أو المنتسبات لحفظ القرآن لتجويد القرآن بطريقة أفضل،
فتأخذ منك وقت، فهذه الطرق وهذه الأساليب اللي تستخدمينها أستاذة أسيل؟ يعني شوفي أختي، هي يعني ما أقولش إنه أسلوب واحد، كل فئة ولها أسلوب معين صراحة، والمعلمات تختلف أساليبهم، كل معلمة لها أسلوب. يعني أنا بالدرجة الأولى اللي أعتمده في حلقتي هو الترديد الجماعي أو المراجعة الجماعي، يعني هذا أساس في الحلقة عندي. هذا بالنسبة للبنات في سن معين، يمكن من 7 سنوات إلى، أنا ما شاء الله أشوف الأعمار يعني صغار، يمكن في عمر 9 سنوات 10 سنوات، تختلف بالنسبة أيضا للشابات أكيد ولكبار السن أكيد. تستخدمين معهم نفس الأسلوب؟ لا أكيد يختلف، يعني بالنسبة مثلا المتقدمات بالحفظ، بالنسبة لطالبات الجامعات نراعي ظروفهم بعد الدراسية أكيد. يعني هم أنا يعني يعني بالدرجة الأولى يعني كل طالب أنصحه، سواء صغير كبير، يعني السماع، كثرة السماع بيرسخ الكلمات القرآنية بالشكل الصحيح. نعم، وأتوقع يختلف أيضا من فتاة لأخرى طريقة أو ممكن استيعابها لحفظ الآيات الكريمة. أكيد. ممكن الطالبة نورة مثلا تختلف عن فاطمة، فاطمة يمكن حافظة أجزاء أكثر عن نورة، كيف يتم التحكم من خلال أستاذة أسيل؟ يعني مثلا في طالبات ما شاء الله مثلا سريعة الحفظ ويعني تتلقى المعلومة والملاحظة بسرعة، في منها بطيئة، فنحن نشجعها يعني هذه بعد نباها تحفظ تتقدم في الحفظ. يعني أنا أسلم يعني أساليبي مع الصغار شوي، مثلا نقول مثلا أسلوب المنافسة، مثلا يلا صديقتك فلانية أتمت حفظ السورة، أنت كذلك تستطيعين، أو مثلا فلانة أتمت حفظ الجزء الفلاني، أنت كذلك، فهذا ما تعرفي كيف يعطيهم حافز. صحيح. يعني هي تبى تنجز. تتواصلين دائما مع الوالدة؟ أكيد تواصل ويا أولياء الأمور أستاذة، يعني يساعد المعلمة أن تعرف ظروف الطالب. يعني مثلا أنا مثلا أم تتواصل مثلا أنا عندي كذا ظرف كذا، أنا أقدر ظرف هذا الطالب، هو مثل ما أتم ما أنجز، عنده ظروف، عنده مستشفى، عنده موعد، عرفتي كيف؟ أو ممكن دراسة، أو ممكن يعني دراسة، أو ممكن اختبارات، فإحنا يعني نتعمد أن شوي نوطد علاقتنا. أنا بالذات تعمد أوطد شوي علاقتي يعني مراسلة أولياء الأمور، عشان يعني تعرف يعني الأم هم ودي بنتها مكان يعني آمن، معلمة متفهمة، يعني ما توديها خلاص بشكل عشوائي، عرفتي؟ صحيح. هو بالنهاية هم الهدف، شو ينجزون؟ هذا يعني الأهم في الموضوع. بجهودك أكيد أستاذة أسيل، ما شاء الله عندنا من البنات المتميزات حمدة. حمدة خبريني شو اسمك الثلاثي؟ حمدة عبد الله علي. والنعم يا حمدة. حمدة كم جزء حافظة؟ 3 أجزاء، والحين أنا بصورة النجم. وش تقولك أمك في البيت، أبوك في البيت لما يشوفونك حافظة القرآن الكريم وتجودينه وبصوت جميل وترتلين القرآن؟ أمي أبوي لما يشوفوني كل ما وصلت صورة زيادة يعني يشجعوني أستمر، وإذا مثلاً كانت الصورة وايد طويلة مثل لما أنا خلصت صورة الرحمن أبوي استانس عشان خلصتها، فحتى أمي فكافأوني يعني إني حفظت صورة طويلة. حمدة شو راح تسمعينا بهذا الصوت الجميل؟ وأيضا أستاذة أسيل تقولنا أنت صوتك جميل مثل ما شاء الله كل البنات اللي موجودين معنا. صورة الندى. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. صدق الله العظيم، بارك الله فيك يا حمدة، ما شاء الله عليك يعني حافظ القرآن والجودة. فيعني حمدة من اللي في البيت يتابع معك؟ تتابع معك الوالدة أمك؟ أمي وأبوي وأختي. بعد أمي وأبوي وأختي كلكم يعني تتساعدون في البيت حتى تحفظين الآيات بطريقة جميلة وبطريقة لائقة في هذا القرآن الكريم، صحيح؟
بالتوفيق يا حمدة، وإن شاء الله نشوفك حافظة القرآن الكريم ومتميزة بإذن الله سواء في دراستك أو أيضا في حفظ القرآن. شكرا يا حمدة والتوفيق يا رب. أود أني أشكر أبلة أسيلة على أنها حفظتني القرآن، ونحن أيضا نشكرها أن هي اليوم تقدم لنا ما شاء الله طالبات متميزات في القرآن الكريم. أستاذة أسيل شكرا لك وبالتوفيق بإذن الله في هذه المهام السامية حقيقة في تخريج أجيال حفظة للقرآن الكريم متميزين بأفكارهم الخلاقة وأفكارهم المبدعة حقيقة. شكرا أستاذة أسيل. كل الشكر. أستاذ أحمد ما شاء الله حلقات التحفيظ منتشرة في إمارة الشارقة، كل منطقة فيها مسجد أيضا في حلقة لتحفيظ القرآن سواء الإناث أو الذكور يتم الإشراف من خلالكم، كيف يتم متابعتهم أستاذ أحمد؟ تمام، نحن عندنا 200 حلقة في منطقة الشرقية موزعين على مشرفين، كل مشرف عنده 20 حلقة ما شاء الله، وهذا بالنسبة للإشراف، وكل 15 يوم و 10 يوم ينزل الموجه يسير يسأل المحافظة هل مناسبة، هل سلوكها زينة، هل تحفظ ذاك من وراء المشرفة. ترى المشرفة تشرف، لكن هذا يسأل شو مستوى الطلبة، هل متابعته ولي أولياء أمورهم يتابعون ولا لا، لأن عندنا نحن المحافظة لازم تتابع الطالب يوم تأخر يتغيب مستوى لازم تواصل مع ولي أمره. نعم، فبهذه الطريقة أنتم متابعين جميع حلقات التحفيظ في المنطقة الشرقية. نعم. أيضا ذوي الإعاقة لهم نصيب، ولهم أيضا مشرفين، ولهم أيضا أشخاص قائمين في تحفيظ القرآن الكريم. عندنا طال عمرك بالنسبة لخورفكان اللي خدمات الإنسانية عندنا حلقتين ذكور وأناث الصبح، فعندنا مشرف الصبح يشرف على الحلقة. نعم. لهم نصيبهم كما للطلبة. نعم، من يعني لم يعانوا من إعاقة معينة لهم لا. أيضا حلقات تحفيظ، وأيضا ذوي الإعاقة لهم حلقات نعم تحفيظ. نعم ما شاء الله يحفظون بعد ترى سرعة حفظهم سريع. أيضا في جميع المناطق منتشرين أستاذ أحمد، أتوقع في يعني المناطق البعيدة عن المدن مثل منطقة شيص وادي الحلو لهم أيضا نصيب من هذه الحلقات. نعم نعم، بارك الله سيدي صاع سمو ووجه الى مناطق البعيده. نعم. كل منطقه يكون ما يقصر من حلقات، حتى الروضه، حتى المدارس الذكور والاناث بعد فيهم حلقات ما شاء الله. أيه. ودائما في لجان تحكيم يتم طلبها من خلالكم استاذ احمد، وتوفرونها لاي جهه في المجتمع؟ في عندنا لجنه تحكيم هنا، لجنه اختبارات التدريس والمحافظين تعيينهم، عندنا رحنا مشكله من الشارقه لخورفكان. نعم. نختبرهم، حتى عندنا لجان لمستوى الحلقات الطلبه هذه اللي يسمون حافظ، حلقه حافظ في عندنا اختبار كل جزئين نختبرهم ما شاء الله، نعطيهم شهادات وهذا. شكرا استاذ احمد على هذا اللقاء، وبالتوفيق لكم في هذه الاهداف الساميه من خلال مؤسسه الشارقه للقران الكريم والسنه النبويه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، هذا الحضور طيب. الجانب الديني مشاهدينا يعتبر من أهم الجوانب في حياة الإنسان، وخصوصا الجانب المعنوي اللي نحتاج فيه نغذي به الروح، وأيضا نستلهم منها الطريقة الصحيحة في عيش هذه الحياة. بخصوص هذا الموضوع نستضيف الأستاذة نورة النقبي، راح نتحدث أكثر عن أهمية الجانب الديني في حياة كل إنسان. أستاذة نورة أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. الجانب الديني كما ذكرت هو جانب مهم، وخصوصا في حياة الطفل وتنشئته، وتنعكس أيضا على كل أفراد المجتمع. فما أهمية اليوم أن نعزز هذا الجانب حتى نرتقي في حياتنا ونشعر بالسلام والراحة؟ نعم، مثل ما قلتي الجانب الديني مهم للطفل ولغير الطفل، لكل أفراد المجتمع بشكل عام. سبحان الله، الدين حاجة فطرية في الإنسان، فالدين جانب مهم يحقق السكينة للفرد ولأفراد المجتمع بشكل عام. نعم. اليوم لما نتحدث عن مراكز تحفيظ القرآن وإمارة الشارقة تولي اهتمام كثير في هذا الجانب لكل الأفراد. في مراكز لحفظ القرآن، في هناك يعني جداول يومية وشهرية لتعليم تعاليم الدين الإسلامي، تجويد القرآن، أحكامه،
كل هذه الأمور تنعكس على المجتمع أستاذة نورة، كيف تنعكس على المجتمع واستقراره أيضا بمختلف أطيافه والجنسيات الموجودة عليه؟ نعم، في إمارة الشارجة ولله الحمد يعني مراكز منتشرة في كافة الإمارة، هذه أكيد المراكز لها أهداف معينة تسعى إلى تحقيقها. أنا أعتقد أن التحاق سواء الطفل أو أي حد من أفراد المجتمع في هذه المراكز راح يعود عليه بالإيجابية، الإيجابية الكبيرة جدا. مش الهدف فقط في أنا أعتقد يعني مش الهدف في مراكز تحفيظ القرآن فقط مجرد التجويد أو التلاوة فقط، وإن كان هذا شيء مطلوب طبعا وأكيد هم من ضمن أهدافهم، لكن أنا أعتقد أن في هذه المراكز عندما نقرأ القرآن أو نحفظ القرآن في تدبر فهم، أولا في فهم لمعاني القرآن، فهم لتفسير هذا القرآن، بعد الفهم يأتي مرحلة التدبر فالإدراك، إذا أدركنا ماذا تعني هذه الآيات سوف نقوم بالعمل بعدها، وبعد العمل يتحول إلى سلوك في حياتنا. فإذا هو القرآن تدبر فهم إدراك عمل ثم سلوك ليصبح السلوك فيما بعد. أنا أعتقد أن كل حد يقرأ القرآن الكريم أو ينتسب إلى هذه المراكز بعد الفهم وبعد أن يستوعب تفسير آيات القرآن الكريم راح تتغير حياته بدرجة كبيرة جدا. علاقاتنا مع الناس ينظمها لنا القرآن، تنظمها لنا السنة. نعم. كيف أتعامل مع كبار السن؟ كيف أتعامل مع ابني؟ مع نفسي أيضا. مع نفسي. نعم. يعني نفسي كيف أتعامل مع نفسي؟ كيف أحب نفسي أصلا؟ كيف أحب أبنائي؟ كيف أربيهم؟ كيف علاقاتي مع الآخرين؟ علاقاتي مع كبار السن، علاقاتي حتى مع الأصدقاء، كل هذه الأمور راح نشوفها مع موجودة في. يمكن أستاذة نورة يعني أنت كما تذكرين يعني أيضا يأتي بذهني أن كأن القرآن هو دليل إرشادي للإنسان. نعم. في كل شيء، دستور كامل للحياة. نعم. احتجت إلى معلومة معينة يعني راح تلقى هذه المعلومة في آية. نعم. معينة في هذا القرآن. نعم، في آية أو هو مرجع للإنسان. نعم. أو حتى في السنة النبوية توضحها. نعم. بشكل أكبر. فأنا مثل ما قلتي القرآن هو دستور حياة، كل حياتنا الاجتماعية الاقتصادية العلاقات النفسية حتى كله موجود، فهو دستور متكامل لم يترك جانب معين الدين. نعم. الحنيف. نعم. نعم. إلا في يعني معلومة أو في إرشاد أو في تعاليم معينة. نعم. تعيننا في حياتنا. نعم. وهذا اللي يحتاج الإنسان في حياته. نعم. أستاذة. نعم. نورة، خصوصا اليوم لما نتحدث عن الأسرة وكل فرد في الأسرة يحتاج أن يكون على أرض صلبة على أساس متين. نعم. وهذا الأساس يأتي في الدرجة الأولى من المقام الديني. فما مدى تأثير هذه الأمور في حياة الإنسان بأن خصوصا الطفل بتواجده في المراكز وقراءة القرآن الكريم، معرفته وتدبره لهذا القرآن، وأيضا عيشه لهذه الأجواء الروحانية. نعم. نعم. يعني سبحان الله وجود الطفل، الأم، الأب، أي فرد يعني في هذه مراكز تحفيظ القرآن، لو خذناها على الطفل راح تشوفي أولا راح يكسب مخزون لغوي وطلاقة لغوية كبيرة. إحنا نشوف اللي داخلين مراكز تحفيظ القرآن صدقا في الدراسة ممتازين. صحيح. أو جيد جدا مستوى. ليش؟ في لغة، يعرف يفكر، يعرف طلاقة لغوية عنده، يعرف يكتب، يعرف يألف حتى، وبالتالي هي تؤثر على مخزونه اللغوي ومخزونه الفكري. أيضا نشوف أن الأطفال في المرحلة وقت الفراغ عارفين وين مودينه، فاستغلال وقت الفراغ بطريقة ممتازة، زائد يكون علاقات وصداقات في هذه المراكز نقدر نقول عليها سوية. صحيح. يعني غالبا هؤلاء الأطفال أو المراهقين اللي يحفظون القرآن هم أسوياء. نعم. يعني غالبا راح نشوفهم أسوياء، وبالتالي أنا مأمنة على طفلي مع الصداقات هذه، وبالتالي هو يعني أنا أعتقد أنه له فوائد كثيرة على أطفالنا. يتعلم أيضا الطفل هنا الاحترام، احترام والديه، احترام الآخرين، يصير في وازع ديني قوي عندما يقرأ كتاب الله، عندما يتدبر كتاب الله، فتلاقي الوازع الديني عنده موجود وشغال. إحنا ياسين نأسس
لما راح يكبر هذا الطفل مراهق شاب ما في خوف عليه. نعم هذه مرحلة النشأ. نعم. ذاكرته موجود فيها الأشياء الطيبة، الأشياء الحسنة، وبالتالي قد يتعرض فيما بعد للمجتمع لأشياء كثيرة، لكن عندما يكون الأساس صحيح راح يحميه بإذن الله. صحيح، خصوصا الأسرة لما تضع هذا الطفل أو هذا المنتسب أو حتى إن كان أم أو أب ممكن يتحقون بهذه المراكز، هم يعرفون أن ابنهم في مكان يتعلم فيه. نعم يتعلم فيه، يكون شخصية ثابتة، يكون شخصية متكاملة، وهذا ما نحتاجه اليوم في نشأنا أستاذة نورة. فاليوم كيف ينعكس ثبات هذا الطفل بأن أو فرد من أفراد الأسرة بأن ينشئ أسرة لما يكون مستقر ذاتيا ومستقر نفسيا ومكون هذه الشخصية باستقرار هذه الأسرة واستقرار المجتمع؟ لو أنا كأسرة يعني أسجل فرصة. ابني فرصة. نعم. أبنائي في هذه المراكز وأرتب وقتهم، لأن بعض الأسر ممكن حين يقول لنا المدرسة للساعة 3 أو المدرسة للساعة 2 وبالتالي عنده مراجعة وعنده كذا. إحنا نقصد مو بلازم يروح كل يوم هالمراكز، ممكن أنت تتقنني تتفقي معاهم، ممكن ساعة واحدة لن ما راح تسبب فارق كبير في المذاكرة. أساسا هو لو كان يحفظ القرآن ويتدبر القرآن راح يكون ممتاز في المذاكرة. صحيح. فأنا أدعوهم يعني لا تقولوا وقت ما في وقت، لا في وقت لأشياء كثيرة، في وقت إحنا نشوف الموبايل يعني، ففي وقت لو رحنا لابنه ساعة يومية، بعدين نستغل حتى المراكز هي موجودة في فترة الصيف في فترة الإجازات، فأنا أعتقد أنه ما في سبب يمنع، يعني الأمور جدا سهلة فعلا الحمد لله. نعم أستاذة نورة، نحن في دولة الفرص وفي إمارة الفرص، فعلينا استغلال هذه الفرص وتنمية شخصية أبنائنا وشخصياتنا أيضا من خلال سواء الجانب الديني أو الجانب الثقافي والمعرفي. أستاذة نورة شكرا لك على تواجدك معنا في البرنامج وعلى أيضا كلماتك الطيبة في هذا الموضوع. أهلا وسهلا، شكرا لك. شكرا. تنتشر حلقات تحفيظ القرآن في إمارة الشارقة لتؤكد على دور القرآن الكريم في الارتقاء بحياة الإنسان، وأيضا لتنشئ إنسان فاضلا ينتفع بالقرآن الكريم وينفع به أهله ومجتمعه ووطنه. وصلنا معكم للختام، مع السلامة.